ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء تصريحات بخصوص قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، بدأها بتقديم العزاء للشعب السعودي في وفاة خاشقجي، مشيرا لخطوات التحقيق التي اتخذتها السلطات التركية بعد أن أبلغت خطيبته عن عدم خروجه من القنصلية السعودية. كما أشار أردوغان إلى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واتفاقهما على تكوين فريق تحقيق سعودي تركي مشترك للتحقيق في القضية، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت في اسطنبول وهذا يحملنا المسؤولية بحسب تعبيره. وأضاف أن السعودية اتخذت خطوة هامة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها للمتهمين، مضيفا أقترح أن تتم محاكمة المتهمين 18 في قضية خاشقجي في تركيا. إن إدارة المملكة العربية السعودية تنفي الاتهامات والادعاءات المتعلقة بمقتل خاشقجي في 4 أكتوبر، والقنصل العام في 6 أكتوبر يستقبل مراسلة وكالة الأنباء رويترز ويحاول أن يقوم بجولة معه في أسلوب في عدم الجدية، حيث أنه يفتح له الخزانات والأبواب حتى أبواب لوحات التوزيع الكهربائي أيضا. وطبعا نحن جهاتنا الأمنية والمخابرات كانت على اتصال مع نظيراتها في المملكة العربية السعودية، كما أن وزارة الخارجية أيضا كانت تتابع هذا الموضوع، وقد جاء أيضا وفد يضم مبعوثين خواص من السعودية إلى بلدنا يوم 11 أكتوبر، وبعد ذلك تم الإعلان عن المملكة العربية السعودية بالسماح لدخول مبنى القنصلية بعد ذلك، بعد التعرض للضغط من الإعلامنا الوطني وكذلك من العالم. أيها الإخوة الأعزاء، نحن علينا أن نتأكد من الموضوع لأننا الآن نشغل منصب المسؤول، وبالتالي فإنه بعد زوال الضباب الذي يكتم المشكلة بدأت تنكشف بعض الأمور، ونحن في كل فرصة قلنا لن ننتزم الصمت أمام هذه الجريمة، وأننا سنتخذ الخطوات التي يجب أن نتخذها وفقا لضمائرنا ووفقا لما يلزمه القانون، ونحن دائما أولينا اهتماما بهذا الموضوع. ويوم 14 أكتوبر أجريت أول اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقدمت إليه المعلومات وفق المؤشرات الأولية، وأنه كذلك وقد عبرنا عن قرارنا المشترك بتشكيل فريق عمل مشترك، وكنت قد تلقيته وتحدثت حوله عند استقبال الوفد الخاص الذي أرسله الملك. وبعد ذلك كما تعلمون أن القنصل العام قبل ذلك لم يسمح بذلك، بل أنا ذكرت أيضا لهذا الوفد الذي قدم من السعودية بأنه لا يتحلى بالكفاءة في واقع الأمر، وأنه يعني وذكرت الشيء نفسه للملك سلمان أثناء مكالمتي الهاتفية به. وبعده بيوم تم عزل القنصل من منصبه، وإن القنصل العام رجع إلى بلده. ويوم 18 أكتوبر تم إجراء بحث مرة أخرى في مبنى القنصلية، وفي 19
أكتوبر، أي بعد مرور 17 يوم من وقوع جريمة القطر، فإن إدارة المملكة العربية السعودية أكدت بصفة رسمية مقتل جمال خاشقجي في مبنى القنصلية العامة، وذكروا بأنه تعرض للقتل خلال شجار وقع في مبنى القنصلية. وطبعا نحن في نفس الليلة تحدثت مع الملك سلمان بن عبد العزيز في مكالمة هاتفية مرة أخرى، وبلغني بأن 18 شخصا مشتبه بهم تم إلقاء القبض عليهم لتورطهم في القضية. وبعد وصولنا على قائمة 18 شخص وجدنا بأنهم 15 أصلا هؤلاء الذين جاءوا إلى إسطنبول، وثلاثة أشخاص هم موظفون في القنصلية. وإن هذه التطورات كانت مهمة جدا من حيث التأكيد على وقوع الجريمة من قبل المملكة العربية السعودية، وأنا أيضا أجريت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب يوم 21 أكتوبر، واتفقنا على بذل الجهود من أجل الكشف الغموض عن ملابسات القضية. ونحن قد أدرنا هذه المرحلة بناء على جدية الدولة وتمسكا بالمبادئ الدولية والقانون ووفق قانوننا الوطني، قوانيننا الوطنية أيضا. ونحن نعلم أننا خلال ذلك تعرضنا لحملة شرسة أيضا إعلاميا ضدنا، ونحن نعلم الجهات التي كانت تشن هذه الحملات، وهذه المحاولات في واقع الأمر لم تحجبنا عن عزمنا في البحث عن الحقائق، ولن تحجبنا ولن تمنعنا من ذلك. وقبل كل شيء، إن جريمة القتل هذه وإن كانت قد وقعت في مبنى القنصلية الذي يعتبر ترابا للمملكة العربية السعودية، ولكن لا ننسى أن هذا المبنى واقع داخل حدود الجمهورية التركية، كما أن معاهدة فيينا والقانون والقوانين الدولية لا تسمح بمنع إجراء تحقيق في جريمة وحشية مثل ذلك تحت قسوة وتحت مبرر الحصانة الدبلوماسية. ونحن سنقوم بما يتوجب علينا في هذا المنوال، وسنقوم بالتحقيقات اللازمة. ومن ناحية أخرى، لا ننسى أن جمال خاشقجي إلى جانب كونه مواطنا سعوديا هو صحفي عالمي معروف وقد اشتهر عالميا، وهذا ما يحتم علينا مسؤولية حيال هذه القضية. ونحن أيضا في تركيا سنتابع هذه القضية نظرا لأنها أصبحت أيضا قضية وجدانية وإنسانية مشتركة في العالم. وإلى حد الآن أكدت الأدلة والبراهين والمؤشرات أن جمال خاشقجي قد قتل بشكل وحشي، وإن هذه الوحشية ستلحق ضررا كبيرا بضمير الإنسانية وستجرح ضمير الإنسانية بشكل بالغ. أيها الأعزاء الكرام، فإن إدارة المملكة العربية السعودية قد اتخذت خطوة مهمة مع التأكيد على وقوع جريمة القتل، وبعد ذلك الآن نطالبها أيضا بالسعي إلى الكشف عن كافة المتورطين في هذه القضية من أسفل السلم إلى أعلى، وأن هذه الجريمة ما كانت نتيجة حدث عفوي بل كان مخطط لها، ونمتلك أدلة قوية تثبت ذلك. ووفقا للمعلومات وفي ضوء المعلومات الموجودة، هناك جملة من الأسئلة تشغل بال الجميع: لماذا
هؤلاء الأشخاص 15 تجمعوا في مدينة إسطنبول يوم ارتكاب الجريمة. نحن نريد جوابا لهذا السؤال. وهؤلاء لماذا أتوا إلى هناك وبناء على تلقي تعليمات ممن؟ ولماذا فتحوا مبنى القنصلية للتحقيق والبحث والدراسة ليس بعد الحادث وإنما بعد مرور أيام عديدة؟ ولماذا تم الإدلاء بتصريحات متناقضة حول جريمة القتل؟ ولماذا لم يتم الكشف على جثة هذا الشخص المقتول إلى يومنا هذا؟